إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر ليصل إلى 1871.28 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 9 مايو الماضي. محليا وصل عيار 18 إلى 869 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 1014 جنيها للجرام، عيار 24 وصل إلى 1185 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8112 جنيها. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد قرار مجموعة أوبك بلس بزيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلا مما كان متوقعا، إلا أن نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب كبح الخسائر، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% إلى 116.76 دولارا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8% إلى 115.99 دولارا للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 22% لتصل إلى 34 دولارات للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20% لتسجل 48 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.